اصوات كيف العاده جلبت اصوات ما كتدخلش على الناس ديالها فاش انها الديبلوطه عندهم وانها تقرب الراي العام والمجتمع من مجموعه من الامور. الوغ تقدر تعرف المجتمع والناس المعنيين بالامر وبزاف ديال النخب السياسيه من سي علاء الكحلاوي. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله. علاء كحلاوي، احنا الجيل الثاني ديال الرخامية في هذه الشركة هذه، يعني الأب هو المؤسس. الأب هو من قدماء مهندسين المعادن في هذا الميدان هذا، وحنا في الرخام تجربتنا بأكثر من 50 سنة تقريبا الحمد لله، واختصاصنا في استخراج الرخام من المقالع وتحويله في المصنع. تنصدروا الرخام لبرا وتنجيبوا كذلك تنستوردوا الرخام من دول اخرى. شكرا لك استاذي. سؤال ثاني، واش نقدروا نقربوا المجتمع والنخب المسؤوله من هذا القطاع والمزايا ديالو؟ المزايا ديال هذا القطاع هذا بالنسبه للرخام كماده داخله في البناء، وبالنسبه للبلد اللي تيقول متقدم وتيكون عنده واحد المستوى ديال البنايات اللي خاصها تكون في واحد المستوى دولي، فالرخام اساسي بالنسبه للبناء. خصكم تعرفوا بان كاين بعض الدول اللي ما عندهاش رخام. الرخام راه يعني موارد طبيعيه، الحمد لله الله سبحانه وتعالى نعم المغرب بسلاسل جبليه وبرخام كذلك. فبالنسبه للمغرب استعمال الرخام المغربي غينقص من الثقل ديال استيراد الرخام المستورد اللي بغى يكون عنده مثلا بنايات في واحد المستوى راقي وهندسي جميل. اذا استاذ الكريم، كيف ما عرفنا ان هذا القطاع اصبح كيعرف صعوبات، تقدر توضحهم لينا؟ هو ماشي تعرف صعوبات، هو هذا القطاع هذا يحتضر الصعوبات. غنقولوا اللي كان هناك مثلا نمو غنقولوا صعوبات، من تيكون يحتضر فيعني حنا تنودعوا. للاسف الشديد انا عندي هذه اللهجه اللي هي شويه يعني واقعيه. لا يعقل اليوم ان المغرب اللي عنده سلاسل جبليه تستورد في مشاريع عموميه. عامه الاستيراد حر، حنا في واحد السوق هو دولي شي مشكل، ولكن منين نديروا مثلا مسرح وطني ونستعملوا فيه رخام مستورد فأين هي الوطنية؟ منين نديروا شارع عمومي ونجيبوا رخام مستورد أين هي الوطنية؟ السيد رئيس الحكومة تكلم على مؤخرا على الأولوية للمنتوج المغربي، فالإرادة السياسية أو الكلام السياسي غنسميوه يوجد، ولكن على الواقع فشفنا اخر يعني مشاريع ديال الترامواي ديال الدار البيضاء وواحد لي بوس اللي غيديروا الحافلات السريعه فهي برخام برتغالي. فمي غنجيبوا مثلا حنا 25000 طن من الرخام البرتغالي من على برا، واش تقدر تحضر في المغرب؟ يعني اي واحد ممكن ياخذ السياره يتجول في المغرب الحجر موجود. فلا يعقل اليوم انه المشاريع الحكوميه تستعمل رخام اللي هو مستورد. الجيش اللي هو قمه المواطنه والوطنيه غادي نشوفوا المرافق ديالو غنلقاو فيهم كذلك رخام مستورد. فهذا الاشكال هذا للاسف الشديد حنا تنعيشوه وتنشوفوه. فانا كمواطن وانت كمواطنه ما يمكنش نمشي لمسرح وطني ونعطيه اسم وطني وندير فيه رايه مغربيه ونجي للساحات الساحه الخارجيه ونلقى واحد الرخام اللي هو ماشي حتى جوده مزيانه وتستورد. فممكن مثلا انتم تمشيو لعين المكاهن في المسرح الوطني ديال الدار البيضاء غتلقاو بانه رخام المستعمل الجوده ديالو ضئيله جدا. كنا حنا درنا تقرير وهضرنا على هذا الشيء، ولكن للاسف الشديد الكلام تيبقى فقط بيننا وبين المسؤولين، ولكن على ارض الواقع ما كاينش تغيير. استاذ الكريم، انطلاقا من تجربتكم، شكون في نظركم المسؤول على هذا التهميش وعلى هذا الاحتضار؟ هي شوف، خاص احنا عندنا في المغرب الإرادة السياسية أو الكلام السياسي كاين فرق. ما يمكنناش اليوم نشدوا على الوزير أو على مسؤول أو على عامل أو على والي أو على أي مسؤول المسؤولية التامة. خصنا إعادة هيكلة الفكر الاقتصادي في المغرب.
اليوم غنمشيو ونشوفوا مثلا الارقام اللي تهضر عليه وزاره الصناعه. القرار ديالها والتقرير ديالها اللي خرجات ملي تنشوفوا منين تيهضروا، وهذا التقرير هذا راه كاين يعني في الانترنت، هاد التقرير تيهضر على تطور الصناعه في المغرب. فملي تيهضر على التطور ديال الصناعه في المغرب، الصفحه اللي تتهضر على هذا التطور هنا كاين جوج صفحات. هاد جوج صفحات هادو راه ممكن تشوفوا مثلا نتوما هاد التقرير راه كاين تابلو دو بور سيكتوريال ديال ليكونومي ماروكان. غنشوفوا الصفحه اللي تتهضر على التصنيع، غنلقاوهم تيهضروا على السيارات بكل فخر. مزيان هادشي، قطاع صناعي ديال السيارات يمثل 60 مليار ديال الدرهم، 55 مليار ديال الدرهم ديال التصديرات، يعني تقريبا 38%. ولينا حنايا ثاني بلد من بعد افريقيا الجنوبيه في قطاع السيارات، وتنفتخروا كذلك بلوزين ديال بي اس اري غادي. هادشي كلشي فخر. مزيان، اذا ما يمكنش انا نهضر على واحد لاندستري اللي تيقولوا هما مانيفاكتوريير ديال التصنيع، وفي جميع الفقرات اللي كاينين تنهضروا على السيارات، وفين هما المية ديال الاخرى؟ اذا حنا مش نعاودوا الدبلومات مش نخدموا حنا في هاد المصانع ديال السيارات. الوزاره اليوم الاراده ديالها، لان الهيكله ديال التشجيع ديال التصنيع ضعيفه في المغرب. خصنا نعرفوا بان التصنيع في المغرب اللي جينا نشوفوا مقارنه مع الدول الاخرى ضئيل. كميه الاستهلاك ديال الموارد او ديال المنتوج المستورد كثيره بزاف. مين غنجي نشوف انايا وزاره تتكلم بفخر على التصنيع، تهضر على ميدان 98% ديال هذا التصنيع هذا تهضر على ميدان، والميادين الاخرى فين مشاو؟ من اليوم تلقى بانه المغرب يشارك فقط ب 0.35% من نشاط الرخام في العالم. من تنشوف بان المغرب لا يستغل اكثر من 10% من الموارد ديالو الطبيعيه ديال الرخام. من غنشوف بان المغرب تيصدر للخارج 0.22 مليار ديال الدرهم، يعني 220 مليون ديال الدرهم، مقارنة مع تركيا اللي تتصدر 220 مليار ديال الدرهم. وحنا ما غنقارنوش راسنا مع الدول، شوفوا الميدان ديالنا وشوفوا الحيز ديالنا. اللي خصو يدار في هذه البلاد السعيدة، وهذو التعليمات ديال صاحب جلالة ناصر عبد الله، تشجيع الاستثمار. ونبداو نشوفوا في المقاولات الصغيرة والمتوسطة. اليوم خصها تخلق وزارة ولا كتابة عامة ديال بي ام، وزاره ولا كتابه عامه ديال الشركات المتوسطه والصغرى. علاش ما تكونش اليوم سعاده الوزير مولاي حفيظ العالمي خدام ممتاز، تري بون باترون، تري بون ماناجير، تري بون مينيستر، ولكن بالنسبه لا بي ام ديباسي، مع كل احتراماتي للسي مولاي حفيظ العالمي ديباسي. علاش؟ لان ل ل ل ل العدد ديال الشركات اللي هي الصغرى والمتوسطه كثيره بزاف، فما يمكنش التركيز ديالو يكون فقط على هاد الميدان هذا ونساو الميادين هي الاخرى. وراه خدم بواحد الطريقه اللي هي ممتازه، والصناعه ديال السيارات الحمد لله في العهد ديالو راه عرفات ازدهار. اذا خاصنا شي شخص اللي غيكون مكلف بهاد الشركات المتوسطه والصغرى. النهار غيديروا كتابه عامه ولا النهار غيديروا وزاره اللي الشركات المتوسطه والصغرى، غنفهموا بان احنا كشركات راه عندنا واحد الصوت، عندنا واحد الاذن صاغيه. من غتمشي دابا انت للوزاره غتلقى قسم الشركات المتوسطه والصغرى، ما بغيناش قسم، بغينا كتابه عامه ولا وزاره بميزانيه ديالها، باهداف ديالها، بمحاسبه ديالها، بكل شيء، باش يكون واحد التحرك. هذه اللي داروها غنعرفوا بانه اليوم ممكن نخدموا في واحد التطوير الصناعي من السلم الصغير باش يولي البلد مزدهر. حنا دابا مثلا في 2021، واش قريتي التقرير ديال البنك الدولي عن نسبة الفقر في المغرب؟ يعني لا يعقل اليوم انه حنا نهضروا على صناعة ووزارة ونهضروا
ومازال الاجانب والبنك الدولي تيقول لك المغرب بلد فقير. نقولوا بان المغرب يتراجع في التصنيف ديالو في البلدان الفقيره. من غنقلبوا على هذا الفقر فين غنلقاو؟ في الباديه 85%، هذا تقرير ديال البنك الدولي موجود، 85% ديال النساء في البوادي اميات. 2,500,000 طفل ما تيقراش، معظمهم في البوادي. كاين عدد كثير بالملايين اللي تيعيشوا باقل من 20 درهم. ويوجد تقريبا 1,000,000 مغربي تيعيشوا باقل من 10 درهم في النهار. اذا اليوم عندنا حنا تليفونات تيديروا 3,000 درهم 4,000 درهم اللي هما تيمثلوا يعني 200 يوم ديال استهلاك هذا الفقير. ف باش ما نخرجوش على الموضوع ديالنا، اللي ما كانش الشركات الصناعيه والشركات المغربيه غتعاون باش هذا الفقر هذا ينقص، كل غينقصوا. دار السكه ما عندهاش بوطون ديال الطبيع، الدوله والحكومه ما عندهاش موارد تطيح من السماء، خصنا نخلقوا هاد لا فالور، هاد القيمه المضافه خصها تخلق. وباش تخلق هاد القيمه المضافه خاص الشركات المتوسطه والكبرى يكونوا خدامين. ما بغيناش حنا نستوردوا ونديروا ديبوات، بغينا نخلقوا. عندنا حجر يتصنع يتحول نصدروه ونخدموه. فملي تنشوفوا بانه الفقر كاين في القرى وحنا كمستغلين ديال المقالع الرخام، ومن بعد غنفتح معك واحد القوس في هاد اللفظ ديال المقالع اللي تيخلع. فحنا يعني مستثمرين ومستغلين المقالع الرخام، حنا تنخدموا قراب من هاد الناس. حنا الفقر تنشوفوه كمستغلين. نعطيك مثال، منطقة أصاد تارودانت اللي مشيتي طلطو عليها، خصو بالماء، خصو بالمدارس، خص بزاف د الحوايج. علاش أنايا كمقلع أو كشركة اللي كانوا عندي أنايا سوق اللي هو الدولة في المشاريع ديال الحكومية، واش هذا المقلع ما كيخدمش مزيان؟ أكيد غيخدم. غنخلصوا إذن دي تاكس وغنخلصوا ضرائب الجماعات المحلية. حنا مشينا أكثر من هذا، في 30 غشت الأصدقاء ديالنا في الصحراء اللي هما حاليا تيدرسوا النموذج التنموي في الصحراء بالنسبة للرخام، وعيطوا لنا باش نعطيوهم الفكرة والرؤية ديالنا على التنمية ديال الرخام في الصحراء، كانوا راسلوا ولي جهة سوس فتنغش صفتوا له رسالة، قالوا له كاين واحد المقلع في منطقة أصاد، وهاد المقلع هذا محتاج يكون عنده سوق. فالله يجازيك بخير، اللي كانوا مشاريع خاصهم يستعملوا المقالع ديال الجهة. وقنعوني صحراوة واقترحت عليهم كذلك انه ما فوق الضرائب اللي غنخلصوا اللي تنخلصوا حنا نتبرعوا ب 5% من المدخول، ماشي من الارباح، من المدخول. وهذا التبرع ديال 5% من قيمه المبيعات اللي غتعطيها لنا الجهه حنا نقضوا بها الابار، نبنوا بها مدارس باش نكونوا مواطنين فعالين ونشاركوا. يعني لا يعقل انا نجيب السياره ديالي مكيفه من الدار البيضاء الاصاد وفي الطريق ديالي مازال حنا عندنا يعني دري صغار حاشا بخنونتهم في الطريق. لا يعقل. مقلع كاين، ارى نخرجوا، ارى الجهه، ارى عندك الارصفه في اكادير مرحبا، عندك الارصفه في تارودانس مرحبا نصوبوهم، والجوده راه كاينه. ما يمكنناش نقولوا اليوم بان الحجر الايطالي احسن من الحجر المغربي على منتوج طبيعي. جنسيه الحجر تتعلق بالحدود السياسيه. الرخام التونسي راه كان عثماني، الرخام الايطالي كان عثماني، شحال هادي. فالحجر المغربي عنده الجوده. فاش مين كنا حنا تنخدموا في هذه القرى وتنشوفوا اليوم بانه التنميه ديال المقالع ديال الرخام ضعيفه لغياب السوق، كيفاش بغيتي انت تحيدي هذا الفقر من القرى؟
شحال قد هذه الدوله في المجهود ديالها باش تصيفط الفلوس لهذه القرى اللي ما كانتش القريه هي براسها كجماعه مثلا نقولوا قرويه عندها مدخول ديالها. اذا رئيس الجهه ما هو رئيس الا باش ينمي الجهه ديالو. فالجميل ملي تندخلوا المواقع الالكترونيه وملي تنقراو تنشوفوا بانه الجهه تتكلم على تنميه الجهه وتتكلم على الموارد ديال الجهه ولي ستاتستيك. بعد احنا عندنا واحد القوه رائعه في الطباعات والرابورات ملونين ولكن في الواقع هي رساله صفطات وصحراوه. سولوني قالوا لي واش اتصلوا بكم شي ناس؟ قلنا لهم لا. يا الاستاذ واش نقدروا نقولوا بلي المقترحات ديالكم ما لقاتش تجاوب وتفاعل؟ ما كاينش تجاوب وتفاعل لسبب بسيط، ما كايناش وزاره ديال او كتابه عامه ديال الشركات الصغرى والمتوسطه. شكون اللي غيسمع؟ ملي غادي تهضر انت مع الوزاره تلقى عنده هم كثير وكبير وغنفهموا حنا كنا مسؤولين. ما يمكنناش اليوم نحطوا المسؤوليه على شي حد، نحطوا المسؤوليه على واحد النظام اقتصادي اللي ما بقاش مواكب للبلاد. فممكن تكسب رساله، غنصيفطوا حنا سعاده الوالي غنصيفطوا له رساله وصلاتوا الرساله. راه ما غيجي يقول لك الهم اللي عنده راه غتخلع. لو كانت وزاره اللي هي وصيه ديك الساعه غيكون واحد التوجه في الحكومه. وهذا الكلام اللي تنقول انا غيكون. فنديروا وزاره ونديروا احسن من هذا وغنكونوا اول بلد اللي غنديروا هذه الطريقه هذه في العلم ديالي اللي غتكون ذكيه جدا. نديروا برلمان اقتصادي. ما معنى البرلمان الاقتصادي؟ غنشدوا حنا رؤساء الجمعيات المهنيه. وهاد رؤساء الجمعيات المهنيه انتخبوا منهم رئيس ونديروا برلمان. هاد البرلمان شكون اللي غيكون جالس فيه؟ كل مهنه تمثل المغرب. وغنسالوا الوزير لان البرلماني اليوم من تينوض يهضر اولا البرلماني ينتخب من غيهضر غيهضر اولا على المسائل الشعبويه. طريق، سبيطار، كاين الحفاري، فيضان. ولكن غنتنساو بانه اليوم الازدهار ديال الشعب ولا ديال البلد راه من المدخول ديالو. اللي كان الشعب والفلوس دايره والشعب عنده الفلوس راه ما غيبقاوش عندنا المشاكل. ما غيبقاوش نخليو حنايا البنك الدولي يبدا يهضر ويقول المغرب راه تتراجع في الفقر. نخيو القيمه، نخلقوا القيمه. فهاد البرلمان هذا شنو غيكون فيه؟ غيكون واحد هو مهني، ما غيجي الوزير غيجاوب على مشكل ديال المهنه ديال قطاع معين. غنسال الوزير وغنقول له سعاده الوزير بغينا نعرفوا لماذا شريع او ساحه ام السعد في العيون فيه جرانيت نورفيج ديال النورفيج وفيه جرانيت ديال اسبانيا مع ان الجبل المغربي فيه رخام. والجرانيت ديال النورفيج لونه شنو؟ احمر. ها الرخام الاحمر كاين في اسادس، علاش ما نديروش الرخام الاحمر اللي هو صلب وفي الجماليه ديالو احسن؟ فهناك تساؤل. غتمشي تسول رئيس البلديه غتهضر، ما عندهمش الوقت لهذا الشيء. لو ما عندناش وزاره ولا كتابه عامه اللي هي متخصصه في التنميه ويكون هذا البرلمان باش من حط السؤال ديالي انا يا الوزير يكون تجاوب ويكون الحلول بسرعه. على هي صعيبه على اليوم على الحكومه باش تاخذ قرارات باش تقول لها الساحه خاصها تكون الرخام المغربي؟ واش صعيب اليوم انهم يلقاو انسان يتجاوبوا معاه؟ ما صعيبش. فاش بغات وزاره الماليه دير المصالحه الضريبيه لقات دغيا رؤساء ديال الجمعيات كلهم كاينين ودغيا داروا لي زاكور وكل شيء ممتاز. حنا شجعنا هذا الشيء. ايوا يقلبوا على هاد الرؤساء ديال الجمعيات وارا نسالوا حنا الوزاره لماذا وعلاش؟ اذا المسؤوليه ماشي في الشخص، في واحد النظام ديال التسيير اللي هو غائب اللي هو غير مواكب للمغرب. البرلماني عنده واحد الوقت باش يحط سؤال وعنده عدد الاسئله اللي غيحط، يعني ما عندوش الحريه باش يهضر على جميع الميادين. اما برلمان اقتصادي حنا غنهضروا غتلقى مالين الالومنيوم، مالين الرخام، غتلقى مالين التكستيل، غتلقى جميع الجمعيات. وتا حنا غيكون عندنا ليميسيكل وغيكون عندنا تا حنا هذاك البنايه وهذيك الساحه. الوزير غيعرف بانه اليوم تيهضر مع القوه المنتجه للاقتصاد ديال المال. البرلمان الاقتصادي اليوم يوجد. غتقول لي فين؟ في مكسب سعاده الوزير. لشكون؟ الشركات الكبرى.
واش فعال ماشي فعال؟ فعال، حنا ماشي تنعيبو عليه، ولكن هاد الطريقة اللي تيديروه هما للاجتماعات الصغرى بالنسبة للشركات الكبرى ويديروها بالنسبة للشركات المتوسطة والصغرى، ماشي في المكتب أكيد ديال الوزير، في برلمان اقتصادي، ودار هذا البرلمان الاقتصادي وغتشوف هذيك الساعة غتولي الشفافية، ما غيبقاش هذا المشكل، لأنك اليوم تمشي تهضر مع المسؤول تقول واش أخبارك بأنه هناك رخام من النرويج ساحة أم ساحة، يقول لك ما يمكنش، من غتقول له بأنه راه ليطا ماجور ديال 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 الجيش ديالنا راه في رخام ديال جميع إيطاليا، يقول لك ما يمكنش وغيخرج عينيه، راه ممكن ما يعرفش، إذا باش يعرف خصو تكون واحد لا ديليغاسيون، يكون واحد التفويض، والتفويض ديال هذه المسؤوليات ماشي إدارة، راه كاين الإدارة ديال الشركات المتوسطة الصغرى، حنا بغينا يكون واحد الوجود اللي هو سياسي، ووجودي هو ديال الحكومة في كتابة عامة ولا في وزارة زائد البرلمان الاقتصادي، ما غيكونش هذا المشكل هذا. دابا أنا هضرت عامة، ولكن الرخام اللي هو منتوج طبيعي، دابا علاش نهضر على الرخام؟ لان الرخام الجوده ديالو هي الصلابه، الامتصاص، كاينين المعايير، ما تهضرش على التصنيع، ما تنقولش انا لا راني صنعت واحد السياره وراه وجدت تمشى على اليمين وعلى اليسار، هذا راه حجر ديال الله سبحانه وتعالى، حنا صناعه تحويليه، فما يمكنلهمش اليوم يقول لك لا الرخام ما مزياش او ما صحيحش او ما نخيش او ما زوينش، كاينين معايير دوليه، تدخل في المعايير الدوليه مثلا غناخذوا مع لودا في الايغوبور ديال انفا، يعني بمجهود كبير والحمد لله اداره جد ذكيه، لودا هي لاجونس اللي تتكلف بالهيكله والتعمير ديال المطار ديال انفا، خدمنا برخام مغربي وعطينا الملفات وخدمنا برخام مغربي، برخام مغربي خدمنا مع رسيجي في الواجهات ديال المشروع في الشمال في الحسيمه برخام مغربي، وجلسنا كاينه اراده، ولكن كاين مجهود كبير، ما يمكنليش اليوم انا كمسير من ندير السياسه، انا عندي شركه وعندي مسؤوليه، فاليوم اللي خديت انا يا الرايه او الكاسكيطه ديال السياسه ومشي نهضر مشي ماشي الخدمه ديالي، لو عندنا برلمان وعندنا ممثل اقتصادي هي هذيك الخدمه ديالو، وحنا اللي نخدموا والضرائب يتخلصوا، هذيك الساعه لعبوا العار على الناس اللي ما خلصوش الضرائب او تهربوا من الضرائب، لان علاش دائره الدور رويضه الدور، فهذا هو الاشكال اللي عندنا حنا في الميدان ديالنا، هو انه ما كاينش واحد الوعي بالضرر اللي عند الميادين الصناعيه في المغرب، وبالنسبه للرخام كاين تباعد كلي على الواقع، انك ما تدشن اليوم وتدير رايه مغربيه وتدير صوره ديال سيدنا نصره الله وانت كمسؤول تتسني على رخام مستورده، كاين تناقض، كاين تناقض، نعطيك مثال عاوتاني اخطر، درنا حنا مشروع ديال بناء استخراج المقالع في واحد المقلع بلا ما نقولوا السميه ديالو، طلبنا باش نخدموا في هذا المقلع ونخرجوا الحجر باش نديروا البنايات الايكولوجيه، علاش؟ لان الاصدقاء الصحراويين قال لك عندنا مشكل في اسه ومناطق اللي هي سخونه بزاف، الناس راه تيموتوا بالصاد، وكاين عاوتاني اصدقاء واحد اخرين في المناطق الجبليه الناس تيموتوا بالبرد، فاحنا ملي تنمشيو للمناطق الجبليه تلقاو الناس يبنيو مازال بالياجور، ماشي مازال تيبنيو ولكن ولاو يبنيو بالياجور، انا كانوا تيبنيو بالحجر، فكاينين طرق ممكن تخرج من المقالع اللي هي جانبيه للسكن تخرج واحد الطوب ديال الحجر طبيعي، فحطينا حنا واحد الطلب ورسلنا رئيس او مدير السونتر ريجونال دانفيستيسمون سيري، اللي عقلتي سيدنا الله يخليه لينا بالرؤيه ديالو اللي عنده، اشنو قال؟ قال لك خص سيغي يكونوا خدامين، شنو هي سيغي؟ سونت ريجونال دانفيستيسمون، اللي دخلتي وطابيتي في الانترنت على سيغي شنو غتقرا؟ جميل، تحفيز الاستثمار، وتهضروا على الايكولوجي، وداروا كونكور ديال الايكولوجي، وقالوا اللي دار اللي جاب مشاريع ديال الايكولوجي غنعاونوهم، هادي دابا تنهضر لك ماشي تعاودوا ليا او كلام ديال القهوه، واقع اللي حنا عايشينه، راسلنا قلنا الله يجازيك بخير شنو بغينا وشنو بغينا وشنو بغينا، بغينا نستغلوا في المعايير، راه مشى هذاك الوقت ديال المغرب الانتهازي، المغرب اللي تتسنى الرخاص وتتسنى داك الشيء اللي هو باك صاحبي، بغينا نخدموا في لي نورم، بغينا نخدموا بالطريقه اللي هي شفافه،
وشنو قلنا؟ المهندسين الاجانب كنا غنجيبوهم باش يعلمونا كيفاش نبنيو بهذا الطوب الحجري الطبيعي ومستعدين. وعندنا مهندسين في المغرب اللي عندهم كفاءات اللي هما مستعدين. اش خاصهم؟ خاصهم الماده الاوليه. الماده الاوليه قلنا حنا غنخرجوها وغنديروا هذا الشيء. كتبنا له في الرساله انه حنا مستعدين مع مركز التكوين المهني باش نجيبوا الشباب ويتعلموا. ومنين غنعلموا الشباب باش يتعلم باش يستخرجوا ويبنيوا بهذه الطريقه هذه، نمشي لهذيك الساعه الاسا، نمشي لازيلان، نمشي للمناطق اللي هي بارده وسخونه ونشوف المقال اللي قراب ونخرج منهم الطوب ونبني. ها انا علمت، ها انا خدمت، ها القره، ها اهل الام، ها هو هذا الشيء خدم. وهذا الشيء ماشي صعب، هذا الشيء سهل. اللي وريتيه للمسؤول غيقول لك عندك الحق، ولكن ما عندوش الوقت المسؤول لهذا الشيء، عنده الوقت لحوايج واحد اخرين اللي هما شاغلينو وضيعونهم. اذا من انا تنصيفط رساله لهذا السيغي؟ اكيد اللي كان ان سيغي شنو غيكون؟ انت صحفيه غنعيط لك غنقول لك عندي سكوب، عندي ان دوسي اكسترودينير، عندي معلومه رائعه. اللي ما جاوبتنيش يعني ماشي صحفيه، يعني ياسر بدل المهنه. من تنصيفط على المدير ديال المركز ديال الاستثمار هذه الفكره هذه وما تيجاوبكش، يعني شنو؟ نفرضوا الوزير مشغول، ماشي مشكل، الله يستر له الامور. ايوا انت مدير ديال الاستثمار هذه خدمتك يا استاذ، يعني مدير الاستثمار يعني انت هو القسم التجاري ديال الدوله، سيرفيس كوميرسيال كشركه وصلتها واحد الكليان زابون اللي هو عيط وما عيطوش له ما خدامينش مزيان، يعني ان بالنسبه لي هذا المركز الاستثمار ما دير خدمته، ماشي معقول. هو اللي خصو يشجع. الاقتراح اللي كنت باغي نقول لك قبيله، وهذا واقع تيعيشوه المغاربه كلهم، متى تبغي دير استثمار تدوز واحد الخانه اللي هي اجباريه القياده. حنا تنعطيك مثال، غنمشي لواحد المنطقه في المغرب باش ما نقولوا عاوتاني الاسم ديالها، هادو امثله حيه. غنبغي نستثمر في واحد المقلع، غنمشي عند القايد تندخل القياده، شكون اللي تلقى؟ شمكار خارج من الحبس غيتضارب مع شمكار باغي يدخل الحبس، جوج جيران مقاتلين وتتنصف تتسنى معاهم. نفرضوا كاع هاد القايد عنده الوقت واستقبلك، كيفاش غيكون راسو؟ مشتت، عنده الهم. غتقول لي ولكن راه داروا لي سيغي، داروا مراكز الاستثمار. مركز الاستثمار اللي هضرنا عليه دابا. انا عندي امثله حيه ديال الاوراق والطلبات اللي تنحطوهم وتيبقى ب 4 شهور ب 6 شهور. واش تعرفي اليوم الوقت اللي تضيع المستثمر ملي تكون عنده فكره؟ ناخذ مثال بسيط جدا، جاتك الفكره في شهر واحد. ناخذ المبدا ديال الوقت الثمين، ياك؟ جاتك الفكره في شهر واحد، خمم باش يدير واحد الاستثمار. بون نهضر على الميدان الرخام، خاصني نمشي عند القايد نتلاقاو مع القايد نخدمو على القايد نديرو تحط الوثيقه، تبقى تمشي. عندك واحد الشهر بعدا يلاه تتخمر هذيك الوريقه. ما تنعممش. ولكن متى توقع هنا فين كاين المشكل؟ لانني انا ما يمكنليش نبدل هذيك المنطقه ذاك المقلع من منطقه ونجيبو المنطقه الاخرى اللي فيها مثلا قايد باغي يخدم. هاد الورقه هادي هي دارت شهر شهرين، تطلع تتمشي تتولي تشوف رمضان جاي بوعو كانت خدمه. دونك جونفي نفرضو دابا حنا عندنا رمضان في افريل، دونك انايا الورقه غتوصل في مارس. مي غتوصل في شهر ثلاثة لواحد المسؤول غيقول لك واه دابا رمضان جاي حنا غنشوفو. دخلتي في شهر ربعة رمضان العشر الأواخر الاجتهاد ما عندك مع من تهضر، جا العيد. دخلتي في شهر خمسة يلا غادي تحرك، دخلتي في شهر ستة سبعة ثمانية العطل العيد كبير، مشى العام. كيفاش اليوم مستثمر تضيع 12 شهر؟ واش يعقل؟ راه لا يعقل. الفكره ديالك راه خرفات من اللحظه اللي جاتك، من اللحظه اللي غتديرها وغتصوبها راه خرفات الفكره. اذا اليوم شنو خصو يكون في المناطق؟ اما هاد لي سونتر ديال الانفستيسمون مراكز الاستثمار اما يخدموا خدمه ديال بصح،
يعني من حتى انا من جي كمستثمر يعيطوا الناس في التليفون، اجي يا استاذ شنو الاستثمار بغيتي دير، شنو هما العقبات اللي عندك، فين خصني نيسر لك الامور، شنو هما المشاكل اللي كاينين. هذه هي الخدمه ديال صيغي، هذه هي النظره اللي كان قال سيدنا الله ينصرو. شنو قال؟ خاصهم يخدموا الخدمه ديالهم، هذه الخدمه ديالهم اصلا. ومن صفتو حنا رساله ما جابوناش، نمشيو حنا حطوا حنايا طلب باش نديروا الاستغلال ديال المقالع باش الناس ما يقولوش من الخدمه. خاص تعرف بان يوم 2020 ما صدرناش الرخاف، لان الزبون خصو يجي على برا باش يختار البلوكات ديالو، ما صدرناش. اذا بقى الخدامه والاليات واقفين، قلنا غنمشيو نخدموا في مقالع اخرى ونخرجوها ونخدموا مزيان. انا كمسير اللي ما كانش عندي اخلاق دينيه اش غندير؟ غنقول الناس سيروا بحالكم الله يعاونكم، كاين خدمه دابا. كان عندك عائلات، وهذوك العائلات منين جايين؟ من القرى. يعني قريه تلقى خمسه الناس او عشره الناس خدامين على عائله ديال 60 70 واحد، غتقول لهم الله يعاونكم. فبالتالي اليوم الميدان ديال الرخام راه الجذور ديالو راه من الجبل، من القريه اللي هو مشكل ديال المغرب، هي القريه. لان هاد القرى من تيخواو راه غيجيو للمدينه، فاحنا غنمشيو فين؟ ها السكن غير الله، السكن العشوائي، ها الكروسات. هاد الكروسه هذا اللي قال خدمته في سميتو راه غيبقى في بلادو، علاش غيدخل حنا؟ علاش غيدخل للمدينه؟ حنا ملي نقولوا بغينا نديروا مراكز للتكوين في عين المكان، شنو علاش ما يعاونوناش الناس؟ ماشي معقول. فباش نلخص لك، اليوم خصو يكون إعادة النظر. اللي ما كانش إعادة النظر واخا نبقاو نهضروا. هاد لا فيديو هادي غدير ما نعرف 100,000 فيو 200,000 فيو، خصنا حنا اون فيو. غير هذاك السيد اللي غيبرك على البوطون غيقول هالقرار اللي خصو يتخان. بس. سينو غنبقاو نهضروا وما غيكونوش النتيجة، وما غتكونش النتيجة. هادشي اللي خصو يكون. نسيت حلا ما كنشكرك انك مسحتي لنا باب المكتب ديالك. مرحبا. عطيتينا شويه من وقتك وقربتي مجموعه من المسؤولين من بعد النقط اللي ربما سقطت منهم سهوا. نخليكم مع كلمه اخيره ونختموا اللقاء. ككلمه اخيره اليوم بغيت نوجه رساله اللي هي واضحه. احنا اليوم في 2021 المستثمرين راهم عندهم عقليه جديده. وباش نعطي مثال اللي هو بسيط جدا، انتهى وقت الانتهازيه. ما يبقاوش يشوفوا في المستثمر كانسان انتهازي. نعطيكم الفرق بين الصياد والفلاح. الصياد يمشي القنص خصو هرت نود الفريسه تمتم يضربها. هذا المستثمر القديم تسمى الاستثمار الانتهازي. اليوم المستثمر بحال الفلاح، تيقلب على الزريعه، يكرب الارض، يسقي ويتسنى الفصول، عنده الصبر، يتسنى الفصول يدوزو. ومن يدوزو الفصول عاد تخرج النبته ويسقي النبته وعاد ياخذ الثمرات. اذا ال 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 العقلية تبدلات. اللي تبدلات العقلية خصها تجاوب، وإلا شنو غيوقع؟ لهاد العقليات هادو غيقلبوا على البلد اللي فيه هاد العقليات، وغندخلوا في استنزاف الثروات الفكرية ديال المغرب للأسف الشديد. فبالتالي اليوم لو كاين الأذن الصاغية فكاين الناس، كاين ولاد الناس اللي باغيين يخدموا وباغي يكونوا مواطنين يخلصوا الضرائب ويعاونوا ويخدموا دينو دنيا، ماشي مشكل. فالطلب اللي تنطلب انايا من المسؤولين عندهم في حدود الصلاحيات ديالهم القانونيه القدره للكن فيكون، استغفر الله، اش غنخسروا؟ اللي قلنا بانه المسرح الوطني خاص يكون في رخام مغربي، ما غنخسروا شيء، ما غنتسناوش خصنا نديروا قانون في البرلمان يدوز، ما غنحتاجوش، راه الصلاحيه كاينه. اذا اليوم كاين جيل ديال المستثمرين اللي هما جاهزين باش يخدموا البلاد، لان الرؤيه ديال جلاله الملك نصره الله رؤيه استراتيجيه عظيمه ويهضر عليها التاريخ. لان الانسان اللي تيسير بالنظره المستقبليه هو اللي تنجح،
والحمد لله اليوم سيدنا تيسير بلاد بنظره مستقبليه. فاللي كنا حنا كمستثمرين عندنا نفس النظره ديال سيدنا، عاونونا الله يجزيكم بخير، وحنا راه مفتوحين جميع الاقتراحات بكل مواطنه وشفافيه. وشكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.